على مر تاريخ الكرة المصرية مر على المارد الأحمر كوكبة من النجوم الذين حفروا أسماءهم بحروف من ذهب، ولا يمكن أن تسقط من ذاكرة عشاق القلعة الحمراء لمساتهم الساحرة ولا مبارياتهم المدهشة التي قدموها رفقة الفريق. ومن هؤلاء النجوم نجم النادي الأهلي السابق والمدرب الخلوق محمد عامر، الذي فرض نفسه كواحد من أبرز أفراد الجيل الذهبي للأهلي والكرة المصرية في السبعينات والثمانينات. ولد محمد عامر في 22 من شهر أبريل عام 1954، وبدأ الرحلة مع كرة القدم بنادي كفر الشيخ وعمره 13 سنة فقط، ثم تم تصعيده للفريق الأول وعمره 16 سنة، كما لعب بدور القسم الثاني 7 مواسم، وانضم لمنتخب المدارس في موسم 1975. ومع هذا المنتخب تحت قيادة مدربه القدير طه إسماعيل حصل على هداف دورة الإسكندرية الدولية. بعد تألق محمد عامر وبزوغ نجمه في دور القسم الثاني، شاهده الأسطورة المجري هيدي كوتي المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي، وأعجب به وانبهر بمستواه، وطلب من الإدارة ضمه للفريق ليرتدي عامر قميص الشياطين الحمر عام 1977. ظهر محمد عامر بقميص الأهلي لأول مرة أمام فريق جوت بلبيس الذي لعب في بطولة الدوري العام موسم 1977-1978، وفاز الأهلي 3 أهداف نظيفة، حيث سجل محمود الخطيب 2 ومحمد عامر 1، ليترك بصمته الأولى مع الشياطين الحمر ويقدم نفسه بشكل رائع لجماهير النادي العريضة. بعد الانضمام للأهلي سرعان ما فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق طوال نحو 10 مواسم، من عام 1977 وحتى عام 1987، وشكل ثنائيا خطيرا في هجوم المارد الأحمر مع الأيقونة الكابتن محمود الخطيب. وخلال هذه الرحلة خاض 206 مباراة محلية في بطولتي الدوري والكأس، بالإضافة إلى 50 مباراة إفريقية. وداخل جدران القلعة الحمراء حصل محمد عامر على لقب الدوري الممتاز 7 مرات، وكأس مصر 6 مواسم، ودوري أبطال إفريقيا 2، وكأس إفريقيا 3 مرات، لكنه يؤكد دائما أن البطولة الأغلى بينها كانت دوري أبطال إفريقيا عام 1982، حيث كانت البطولة الإفريقية الأولى التي يحصل عليها المارد الأحمر. وبعد أن أحرز رفقة الفريق لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1987، اختار محمد عامر الاعتزال، وعمل بعدها في مجال التدريب، حيث انضم لقطاع الناشئين بالنادي، كما انضم للجهاز الفني لمنتخب مصر لمدة 5 سنوات تحت قيادة المدير الفني محمود الجهري. وبعدها انتقل لرحلة خارج القلعة الحمراء مع التدريب، درب خلالها عددا من الفرق مثل بترول أسيوط وأسمنت السويس.